مرحبا، بالحلقة اليوم عن الحوكمة الرشيدة حنتكلم عن مبدأ اللي بنسميه بالإنجليزي consensus oriented أو منحى توافق الآراء. شو يعني توافق الآراء؟ يعني بكل بساطة جميع الأفرقاء يلي دخلهم بالبلد وبأخذ الـ decision أو القرارات هن بيكونوا متوافقين على الرأي، كلهم بنفس الرأي، كلهم متفقين مع بعض، لأنه أهم شيء الاتفاق لحتى الكل يكون منتفع، يكون ربحان، ما يكون في خاسرين. نحن منحى توافق الآراء عنا بلبنان لسوء الحظ بس بيناسب الطبقة الحاكمة أو الطبقة السياسية أو الأحزاب السياسية اللي بيعملوا كل الكونتريات، إذا بدكم نحن ما نقول ضروبة، تحت الطاولة. هن بيتوافقوا على الآراء لكن مش لمصلحة الشعب. توافق الآراء أو consensus oriented المفروض يعدوا الأفرقاء المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد ويتفقوا كلهم مع بعض عن أفضل طريقة لإدارة شؤون البلاد. نحن حاليا بكريزة اقتصادية، أكبر كريزة اقتصادية دخلت تاريخ البلد. عندنا 3 أرقام للديون والمشاكل المالية اللي عندنا. وين توافق الآراء؟ وين في consensus بهالموضوع؟ مش معقول في عنا مصرف لبنان عنده أرقام، جمعية المصارف عندها أرقام، وزارة المالية عندها أرقام، ما في من عندها عم تطلع صارت أرقام، لأنه لما عم تشوف. طب وين في توافق أرقام؟ كيف بدنا العالم يصدقنا ويشوف إنه نحن ناس فيهم ينشغل معهم لما نحن كفريق واحد المفروض نكون لبنانيين معنا توافق بالآراء؟ هيدا أيضا ببين إذا بدكم قلة الكفاءة بالاشخاص اللي عم بيديروا البلد، او lack of professionalism بنقول بالانجليزي. المشكله بلبنان نرجع نقول جدا بسيطه، تطبيق الحوكمه الرشيده يعني اداره البلاد بكل شفافيه مع محاسبه، او نتاكد انه جميع اطياف المجتمع عم بيشاركوا بصنع القرار، حكم القانون، الفعالية، يكون المشروع أو الخطة فعالة، وهالأمور كلها. هيدي هي الحوكمة الرشيدة، هيدا هو اللي اليوم عايزينه بلبنان. وإذا بدنا نحل كل مشاكلنا بلبنان، تطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة هو منه لحاله بحل كل المشاكل بلبنان. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقة، والله يحميكم والله يحمي هالبلد.